بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم مع دروس مادة اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي. هنبدأ إن شاء الله لكتيون برايتسين، الوحدة 13، عنوان الوحدة نوي كلايدر، ملابس جديدة. هنستخدم هنا ديز، هذا. ديز اسم إشارة، هذا أو هذه بياخد نهاية الأداة المعرفة. تعال ناخد أمثلة كده، أقول ديز بلوزة، هذه البلوزة. ديز مانتل، هذا البلطو، أو ديز مانتل في الأكوزاتيف. ديز هيمد، هذا القميص. تعال ناخد حوار بين اتنين كده في الكاوف هاوس في المتجر، بيقول له زيهن زي مال، بص كده جفلت إيلين دي بلوزة، عجبك البلوزة؟ قال له فيلشي، أي واحدة؟ قال له ديزي هير، اللي هنا ديت. طيب برضو بيسأل واحد كده بيقول له فيلشر أي بلوفر، فاحنا عندنا فيلش وديز الاتنين بياخدوا نهاية الأداة المعرفة بتاعت الاسم اللي هيذكر بعدها. فيلشر بلوفر، جفلت هير، أي بلوفر عجبك؟ قال له ديزر. زيمال، انظر. داس هم، قال له داس فيندي الشون، اجده جميل. داس هم ده العميص، داس فيندي الشون، اجده جميل. طب نسأله الفي فيندي استدو داس هم، ايه رأيك في العميص؟ يقول له فيلشيس اي، يقول له داس هير او ديزيس هير. طيب فيلشيس هم جفيلت إيلين، أي قميص عجب حضرتك؟ قال له ديزيس هير، هذا اللي هنا ده. طيب ناخد مثال على فيلشي، نقول فيلشي ياكي جفلت دير، أي جاكيت عجبك؟ قال له ديزي. طب لو جمع أقول فيلشي شوهي، خد بالك هنا مش هقول جفلت، هقول جفالن. فيلشي شوهي جفالن دير، هقول ديزي. يبقى أنا عندي فيلشر وفيلشي وفيلشيس. طب لو في الاكوزاتيف هتتغير بس تبقى فيلشن، اللي هي من فيلشر، اقول فيلشن فيلشيس فيلشي، اي حاجة بقى حسب الاداة. زول ايش انتسيهن، ارتدي. زول ايش كوفن، اشتري. زول ايش نيمن، اخد. ناخد مثال فيلشن روك زول ايش انتسيهن، اي جيبة يرتدي، اي جيبة ينبغي ارتدي. قال له تسي دوخ ديزن ان، تسي دوخ ديزن ان، البس الجيبة ديت او البس الجيبة ديت. فيلشن فوتو ابهارات، اي كاميرا. زول ايش كاوفن. فيلشن شيم، اي شمسية. زول ايش كاوفن. فيلشن كوفا، اي شنطة سفر. زوليش كاوفن، قال له كاوف دوخ ديزل، اشتري دي. فيلشن موسيقى فندست دو ام بيستن، اي موسيقي تجده الافضل. مثلا اقول عمر خيرت. فيلشن شبورت ماجست دو ام ليبستن، اي رياضة بتحبها اكتر حاجة. ام ليبستن ماج ايش فوسبال، بحب كرة القدم. هنيجي الفعل موجن، يحب حالا بتصريفه. فيلشيس فراد، اي عجله. فيلشيس فيرت سويك، اي ولاعه. زوليش كاوفن، ينبغي اشتري. قال له كاوف دوخ ديزيس، اشتري دي. فيلشي تاشي، اي شنطه. زوليش نيمن، نيم دوخ ديزي، خد هذه. فيلشي شتاتن دويتشلاند فيندست دو جوت، اي مدينه في المانيا تجدها جيده. شفند هامبورغ جود. طب ناخد كده سيتواسيون، موقف. ام فوند بيرو، في مكتب المفقودات. ماين تاشي استفك، شنطتي ضاعت. او اقول بطريقه تاني، الزوخي ماين تاشي، ابحث عن شنطتي. يرد يقول لي دان شاون زي اين مال هير، طب بص هنا كده. او في شون دا ايست زي، اهي شنطتي لقيتها. فيقول لها فيلشي تاشي جهورت ايلندن، اي شنطة تخص حضرتك؟ قالت له ديزي دور. تكلمنا فعل موجن، موجن يحب، هنشوف تصريفه الاول. اشماج
Du magst, sie mag, mögt, sie mögen. أقول ich mag die Schule, بحب المدرسة. Ich mag Fußball, بحب كرة القدم. تمام كده؟ بيساوي زي لايك في الإنجليزي، mögen بالظبط كده، gut finden يجد شيء إيه؟ جيد. gut finden يجد شيء جيد. طب نشوف كده اختصار سريع اللي قلناه. فيلشر روك ديزر، اي جيبه هذه. فيلش سكلايد، اي فستان. ديزيس هذا. فيلش بلوزه، اي بلوزه. ديزي هذه. فيلش هيمدن، ديزي هذه القمصان. فيلشن روك كاوفست دو، اي جيبه تشتري. ديزن. وعندنا فيشتيجي فيندونجن، استخدامات مهمة أو تعبيرات مهمة. أقول هابن زيدن روك أوخ إن جروس إم، عندك مقاس للجيبة إم، أو إن جروس سفاي أون فنفتسيش مثلا 52. دي هوزي إست تسو كلاين، البنطلون صغير. تسو جروس كبير، إش براوخ جروس، محتاج مقاس. ممكن أقول إس، ممكن اقول ام، او اي مقاس. فوكان ايش بتصالن، فين اقدر احاسب. فو فيندي ايش ضامن، كلايدونك كيندا، كلايدونك هيرن، كلايدون فين اجد ملابس للنساء، ملابس للاطفال، ملابس للرجال. فيلش بلوز اشتيت مير بيسر، اي بلوزه لايقه عليا اكتر. جبت ايز دين مانتل اوخ ان شفارتس، في منه اسود البالتو ده. دي هوزة اوخ ان بلاو، في منه ازرق البنطلون ده. داس كلايد اوخ ان روت، فستان احمر. فيلشن، فيلشز، فيلشي، زوليش كاوفن، نيمن او ان اتسيهن. يبقى احنا كده ايه اتكلمنا برضو في فيلشا وفيلشي وفيلشن وفيلشس، وبنجاوب عليهم ازاي. طب في فعل اسمه جهور، يخص او حاجة بتاعت حد، عايزين نشتغل عليه برضو كده. يعني اخد مثال، مثلا اقول دازيست نيشت ماين فراد. لو انا عايز احول الجملة دي بفعل جهور هقول ايه؟ داس فراد جهورت مير نيشت، وجهور ده بيعمل داتيف. طب مير دي جت منين؟ هي ايش في حالة الداتيف؟ طب ناخد كده مع مثلا علي، اقول ايست داس علي سفراد جهورت ايم داس فراد، تخص العجلة. ايست داس داين فراد عجلتك، جهورت دير داس فراد، دو في حالة الداتيف. ايست داس ليلس فراد جهورت اير داس فراد. زند داس انزري بوشر كتبنا، جهورت هنا مش هيبقى جهورت بقى، هنا انظر بوشر، هقول جهورن انس دي بوشر الكتب بتاعتنا. زين داس اويري بوشر جهورن اويش دي بوشر. از داس هاريس اون درامس هاوس جهورت اينن داس هاوس، المنزل بتاعهم كده. يبقى احنا اتكلمنا في احد الافعال اللي بتعمل ضاتي، وهنستكمل ان شاء الله باقي الافعال اللي بتعمل ضاتيف اللي هنذكرها سريعا كده في الحلقة القادمة، زي جفالين يعجب، وقلنا جهورين يخص، وقلنا هنقول كمان باسل وشتين يلائم يناسب، شمكن لذة طاب مذاقه، كوفن لو جه وراها شخص يبقى في حالة الضاتيف، برينجن يحضر، برينجن يحضر، وكلهم بتحول الضمائر الشخصية في حالة الضاتيف، زي ما هنقول دلوقتي مثلا الجدول بتاع تغيير الضمائر في حالة الضاتيف. نحاول نحفظه مع بعض. إيش مش مير ماين، دو ديش دير داين، إر إن إيم زاين، زي زي إير إير، إير أويش أويش أوير، زي زي إين إن إير، زي زي إين إن إير، فير أنس أنس أنزر. طيب ايه الضاتيف في دول؟ اني ايش انا في الضاتيف بتبقى مير، دو دير، اير
ihm, sie, ihr, ihr, euch. Sie hum, ihnen, sie احترام ihnen, بس ال e groß اللي هي ال i في الانجليش. Wir, uns. وقلنا الافعال اللي هتعمل ضاطير gefallen, gehören, passen, وشتين, وشمكن, وكوفن, وبرينجن, وكمان اقول مثلا Deutsch macht mir Spaß. Deutsch macht mir Spaß. نتعلم الألماني بيبعث على السرور بالنسبة لي. Deutsch macht mir Spaß. طب ناخد أمثلة كده على gefallen. أقول دي منتل البلاطي gefallen تعجب. إيش ولا مش ولا مير؟ هقول مير. ليه مير؟ عشان جفالن بيعمل ضاطيه. طب لو قلت درمانتل بس هقول درمانتل جفيلت مير. درمانتل جفيلت مير. طيب باسن وشتين اقول باسن دي دي بلوزن مناسبه ليك البلوزات. باست دي دياكي مناسبه ليك الجاكيت. اقول يا دياكي باست ميا جود او لاين باست ميا نيشت ايه جود. عندنا كوفن ياخد اكوزاتيف لو جه وراه مباشرة، ياخد ضاطيف لو جه وراه شخص. اقول ايش كوف منى اين بلوزي، ايش كوف ايه اين بلوزي. شمكن يتذوق او طعمه، داس اسن شمكت مير جوت الاكل طعمه عجبني. فيش اون درايس شمكن ميا نيشت جوت السمك والرز مش بيعجبوني. برينجن يحضر اقول هاني كوخت جام شبرينج ايم اين كوخ بوخ. طب لو شلت هاني وحطيت هالة هقول هالة كوخت جام شبرينج ايه اين كوخ بوخ. خد بالك ان جهورن مع الجمع يفضل جهورن زي ما هو، لو مفرد جهورت جفالن مع الجمع زي ما هو، وجفلت لو مفرد كده. يبقى احنا خلصنا الافعال اللي بتعمل ضاطيف، ونعيد سريعا تغير الضمائر الشخصية في حالة الضاطيف فقط. ايش ميا دو دير اير ايم زي ايه اير اوي زي اينن زي اينن في اونس. وبكده نكون خلصنا حلقتنا في الوحدة 13، ونستكملها في الحلقة القادمة. كان معكم محمد محمود، مشرف المادة طارق عبد الفتاح، ومن الهندسة الإذاعية محمد عبد الرؤوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.